للأسف سي بريع، الحكومة السابقة ولا الحكومة الحالية، احنا درنا ناقص الخطر من 2019 كتبناهم، ولكن لا حياة لنا. قلنا لهم اننا راحنا غادي نطيحوا في واحد الموقف اللي القطيع ديال اللحوم الحمراء غادي يكون ناقص وترتفع، ولكن لا حياة من النادي. في السنة الماضية خدت الحكومة واحد القرار اللي حلت واحد الفترة ديال استيراد اللحوم، يعني البهائم الغنم والبقر والغنم، يعني باش تستوردوه المهنيين، يعني دارتي واحد سيفونسيون إعانة ديال 500 درهم. لكن للأسف هذه ما دامتش كثير حتى راس السنة وحبسوها، وما كنظن داروها بمناسبة ديال العيد الكبير. العيد الكبير خلاوها حتى راس العام وعاود حبسوها. فهاد الشيء ما كافيش، ما كافيش، لأن ما عندناش اكتفاء ذاتي الآن. من أسباب الغلاء يعني الأعلاف غالية، البهائم ما بقاتش في المغرب بزاف، هذه من أسباب الغلاء. لو اتخذ قرار في 2019 ما كناش نطيحوا في هذا، يعني في هذا الموقف اللي طايحين فيه الآن. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.